فالاعتداء في الطلب أي في صيغة الدعاء، فالإنسان منهي أن يدعو بصيغة ممنوعة. ولذلك فإن من شقق الكلام وأتى بالسجوع فإن هذا من المنهي عنه شرعا. وقد قال ابن عباس رضي الله عنه لما سمع بعض الناس يدعو ويتقصد السجع فقال: أسجع كسجع الكهان؟ لأن المرء إذا قصد السجع فإنما قصده الصوت واللفظ ولم يتأمل في المعاني. أقرب الناس في دعائه من واطأ قلبه لسانه في الدعاء، فكان يدعو ويستشعر ما يدعو، فإذا دعا فقال يا رحمن عرف معنى هذا الاسم واستشعره في قلبه، وإذا قال يا رزاق يا كريم يا جليل يا حي يا قيوم وغير ذلك من الأسماء استشعر أسماء الله عز وجل وأفعاله. ثم بعد ذلك سأل الله عز وجل متواضعا متذللا متخشعا متبرئا من الحول والقوة إلا له سبحانه وتعالى، ثم سأله الأمر الذي أذن له بسؤاله سنتكلم عنه في النوع الثاني، فإنه حينئذ يكون قد أحسن في سؤاله. إذن من صور الاعتداء في الطلب أن يعنى المرء بالألفاظ دون العناية بالمعاني، فيكثر من السجوع والألفاظ الغريبة، بل إن بعض الناس يبحث عن يدعو بدعاء في كتاب لا يفهم معناه يؤتى بغريب الألفاظ. ولذلك لما جاء ذلك الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله إني لا أحسن دندنتك ولا دندنة معاذ، قال فما تقول؟ قال اللهم إني أستعيذ بالله من النار وأسأله الجنة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فإنما حولها ندندن. فالمقصود أن الإنسان يسأل الله عز وجل بدعاء صادر من قلبه مستشعر لمعانيه، وأن يبتعد عن هذه الألفاظ. من أعظم الألفاظ في قضية الاعتداء في اللفظ أن يأتي المرء في ألفاظه بألفاظ محرمة، فإن بعض الناس قد يأتي بدعاء فيه استغاثة محرمة أو فيه استعانة محرمة، أو يسأل الله عز وجل باسم لم يسمي الله عز وجل به نفسه. أنت ادعو الله عز وجل بأسمائه، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، ربك يقول ادعوني بأسمائي، فلما تختار أسماء أو تنتقي أوصافا ليست في كتاب الله عز وجل. ولذلك إذا أردت أن تدعو فلا تدعو إلا باسم في كتاب الله، فإنه أحرى بالإجابة. النوع الثاني من الاعتداء، طبعا ما يتعلق أيضا بالاعتداء في الطلب، قالوا الطلب أحيانا برفع الصوت، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم وقد قال الله عز وجل ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا. رفع الصوت في الدعاء منهي عنه. أيها الناس أقلوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا،